بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذتنا الأعزاء، نواصل سلسلة دروس اللغة العربية الخاصة بالسنة الثانية بكالوريا للشعب والمسالك العلمية والتقنية والفنون التطبيقية في المجزوءة الرابعة مع الدرس الأول الذي يهم مكون النصوص، كان تحت عنوان ظاهرة اللوحة التشكيلية في المغرب لمحمد شبح. قد أشرنا في الحصة الأولى التي همت الجزء الأول من هذا الدرس، تطرقنا إلى مرحلتي الملاحظة والفهم، وسنحرص في هذه الحصة الثانية على التطرق إلى الجزء الثاني الذي يهم مراحل التحليل والتركيب والتقويم في ارتباط دائما بما توقعناه في الفرضية من كون النص قد يكون مقالة تفسيرية، وهذا الأمر لا زال عالقا لم نحسن فيه بعد، وكذلك من حيث الموضوع بأن الجزء الأول بين لنا أن النص يعالج ظاهرة اللوحة التشكيلية بالمغرب من حيث نشأتها وتطورها وأبرز التأثيرات فيها، وتبين لنا ذلك جليا خلال مرحلة الفهم. إذن في مستهل هذا الجزء الثاني الذي نستهله بمرحلة تحليل النص، ونقصد بذلك تفكيكه إلى عناصره الفنية لكي نتبين بعده الجمالي والفني الذي ينسجم مع طبيعته. قد نختار العديد من المعايير لمقاربة هذه المهارة، ويبقى المجال مفتوحا ولا يمكن أن نتعرض إليها جميعا في حصة واحدة، وإنما نسعى إلى ذلك من خلال التدرج. نتطرق إلى بعض العناصر في درس ونرجع الأخرى إلى مرحلة لاحقة، وفي مجموعها يحصل التكامل، ونكون فكرة عامة عن هذه المهارة كيف يمكن الاشتغال عليها. كأول عنصر يمكن أن نتعرض له هنا الجانب الدالي في النص المعجم. إذن نلاحظ بأن النص كان حافلا بألفاظ وعبارات دالة على تحكم الأجانب في مسار تطور الفن التشكيلي المغربي، والأدلة على هذا الأمر كثيرة ومتعددة في النص، ويكفي التمثيل لها ببعض الألفاظ والعبارات من قبيل الرسام الإسباني بيرتوتشي، الرسام الفرنسي ماجوريل، كثر فيها المشجعون الأجانب، الرسامين الأجانب، اختلاطا بالأجانب، أوساط أجنبية، مساوئ ذلك التوجيه، أي التوجيه الأجنبي على رسامين مغاربة، على منوالهم، الضمير هنا يعود إلى رسامين الأجانب، وغير ذلك كثير. إذن يبدو بأن النص حافل بالمعجم التشكيلي، ولكن في تعطره دائما بالجانب الغربي الممثل في المدرسة الأوروبية على وجه الخصوص. الجانب الثاني أو العنصر الثاني من عناصر تحليل النص نتطرق فيه إلى تقنيتين من تقنيات معالجة هذا النص اعتمد الكاتب في مقاربته للموضوع، تقنيتي العرض التاريخي والمعالجة التحليلية. كيف ذلك؟ من خلال تقسيم مراحل تطور الفن التشكيلي بالمغرب. يعني لاحظنا جليا بأن الكاتب أشار إلى تسلسل هذه المراحل وتطورها وقسمها، وبين ميزة كل مرحلة على وجه الخصوص، أي حلل خصائص كل مرحلة ومميزاتها، وهذا ما نقصده بالمعالجة التحليلية. هو لم يكتفي بالعرض والسرد فقط، وإنما حاول أن يسلط الضوء على معطيات كل مرحلة معينة،
ومن حيث خصائصها ومميزاتها لا داعي إلى أن نكرر ذلك لأنه تمت إشارة إليه سلفا، ويمكن لكم أن تعودوا إليه في سياق النص بالكتاب المدرسي بالصفحتين 124 و125. ثم كذلك يبدو الجانب التحليل من خلال بيان الفرق بين التشكيل وباقي الفنون الأخرى، وبالخصوص الفنون الأدبية المؤسسة على الكلمة. إذن خاصية الفن التشكيلي يعني تختلف عن خاصية الفنون الأخرى، وكذلك من حيث الرسالة، وكذلك من حيث مظاهر الجمالية فيها. نمر بعد ذلك إلى عنصر آخر ويهم طبيعة النص. يمكن القول إن النص ينتمي إلى صنف النصوص التفسيرية ذات الأبعاد الحجاجية، لأن الكاتب لا يتوقف عند حدود الشرح والتفسير، وإنما يتجاوز ذلك ويعتبره منطلقا من أجل بلوغ الإقناع. أول عنصر واضح المعالم وهو التقسيم، من حيث تقسيم مراحل تطور اللوحات التشكيلية، ثم جانب التفصيل في مميزات كل مرحلة والتدقيق فيها وإبراز خصائصها، ثم جانب التمثيل وهو متعدد في النص وبكثرة نشير إلى بعض مظاهره كقول الكاتب أمثال ابن علي الرباطي. إلى جانب هذين المثالين ويقصد بيرتوتشي وماجوريل وأبرزهم الغرباوي وغير ذلك كثير في النص. ثم جانب المقارنة خصوصا في جانب التأثير الأجنبي على اللوحة التشكيلية المغربية، فهناك مظهر إيجابي لهذا التأثير وهناك مظهر آخر سلبي. ليخلص في الأخير الكاتب إلى الاستنتاج وعباراته واضحة، نخلص مما سبق ومن ثم ويمكن أن نضيف عناصر أخرى إلى هذه العناصر كالإضراب مثلا وأداته بل، وكذلك حروف التفسير وأدوات التفسير مثلا إد الجملة التفسيرية وغير ذلك، ولكن يكفينا بعض الشواهد التي تعضد وجهة نظرنا والفكرة التي أشرنا إليها. ننتقل هنا بعد هذا إلى البنية اللغوية والأسلوبية في النص. نشير قبل ذلك إلى أن وظيفة هذه الأساليب الشرح والتفسير ولكن بغاية الإقناع. لماذا؟ لأننا نجد بأن الكاتب أشار إلى مجموعة من أدوات التفسير ولكن عضدها بآليات حجاجية أخرى، وبالتالي يكون التفسير والشرح هنا منطلقا لبلوغ غاية الإقناع. ثم نعود بعد ذلك إلى الخصائص اللغوية والأسلوبية في النص ونشير إلى بعض منها. على مستوى اللغة يبدو واضحا أن الكاتب اعتمد في مقالته هاته لغة تقريرية مباشرة، أي أننا نصل إلى المعنى بطريقة مباشرة، لا نحتاج إلى تهويل، إلى جهد وعناء في فهم الألفاظ والعبارات، وإنما تقريرية مباشرة، ألفاظها سهلة، معانيها واضحة، ولكنها تحفل بالمعجم الفني التشكيلي. على مستوى الأسلوب هيمنة الأسلوب الخبري مع الاستهلال بجمل إنشائية خصوصا باعتماد أسلوبي الاستفهامي على وجه الخصوص، لكن هذا الأمر حضور جمل إنشائية يبقى محصورا في بداية النص من خلال الأسئلة الموجهة التي عرض إليها الكاتب في بداية هذا النص. كما نلاحظ بأن الجملة وردت طويلة وذلك ينسجم مع طبيعة النص التي تروم التفسير، والتفسير يحتاج إلى نوع من الإطناب في القول، وبالتالي فمعظم الجمل كانت جملا طويلة. نأتي بعد ذلك إلى عامل آخر وعنصر آخر ويخص الروابط المنطقية واللغوية، وأمثلتها متعددة في النص من قبيل وتأتي بعد ذلك، أي مرحلة تأتي على أساس
مرحلة أخرى. إلى جانب هذين هناك إحالة قبلية، المثالين السابقين، ونلاحظ من هذا هناك أيضا إحالة، غير أن استدراك، وهذا الأمر مهم جدا في النص لأنه يبين بأن الكاتب يبني النتائج على أساس المقدمات، ينطلق من المقدمات لكي يصل إلى نتائج معينة. بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الرابعة من الدرس ككل والثانية من هذا الجزء، وتهم جانب التركيب. ما المقصود بالتركيب؟ التركيب أي أننا نركب كل ما تطرقنا إليه سلفا في فقرة مركزة، نمحص من خلالها الفرضية تمحيصا كليا، ونشير إلى بعض معطيات الفهم وكذلك نتائج التحليل، غير أن هذا الأمر لا يقتضي هنا التوسع لأنه تم في كل مرحلة على حدة، وإنما يجب الإشارة بإيجاز إلى كل ما تطرقنا إليه. وكنموذج على ذلك، وليس هذا هو التركيب الوحيد الذي، وإنما نموذج يقتدي به المتعلم في هذه المرحلة. النص مقالة تفسيرية، إشارة إلى نوعية النص وصاحبه، لأن هذا يهم جانب الملاحظة، ذات بعد حجاجي للفنان التشكيلي المغربي محمد شبعة، ما كتب بالأزرق يهم مرحلة ملاحظة، استعرض من خلالها العوامل والمؤثرات التي ساهمت في ظهور اللوحة التشكيلية بالمغرب عبر مرحلتي الحماية والاستقلال، مبرزا خصائص مميزة للغة التشكيلية والوظيفة التشكيلية التشكيلية الحقيقية للوحة والإجراء الكافي بتطوير الحركة الفنية بالمغرب. هذا يهم جانب الفهم. وكذلك اعتمد الكاتب مقاربة مؤسسة على تقنيتي العرض التاريخي والمعالجة التحليلية، ولغة حافلة بالمعجم التشكيلي وأسلوبا خبريا ينسجم مع طبيعة النص التفسيرية وبناء منهجيا محكما قوامه روابط لغوية ومنطقية تضمن للنص اتساقه وانسجامه. وهنا نأتي إلى مرحلة أخرى، مرحلة مهمة يجب أن ننتبه إلى، مرحلة التقويم. ماذا استفدنا من خلال هذا النص؟ كيف يمكن أن نعبر عن وجهة نظرنا؟ لا بد للتلميذ من أن يكون له وجهة نظر إزاء الموضوع الذي عالجه، وهو ما نختم به هذا الدرس كجانب كمثال على هذا التقويم. أتوافق الكاتب فيما خلص إليه من أن الواقعية التمثيلية ليست من عقليتنا التشكيلية؟ هذه وجهة نظر الكاتب، فهل توافقها عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة في هذا الجانب؟ ولكن لا بد من تعليل الجواب، وهذا ما هو ما يهمنا في هذه العملية. إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا الدرس، دمتم بخير، ونستودعكم في حفظ الله ورعايته.